سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم لي زاشا ديالي من اليكسبريس. اليكسبريس البنات انا كنتقضى فيها تقريبا من 2018 2019. داكور، كندير لكم واحد الفيديو شحال هادي على لي زاشا اللي كنت درت من اليكسبريس. الحاجه اللي كتعجبني البنات في اليكسبريس هي كيفاش كيحميو البرودوي مغلف على 4 مرات. بلاصة الزاج شوفو دايرين لهاد اللعيبة هادي كتخرجو بحال هكا المضادر باش يبقاو محميين، عاد دايرينو في هادي، عاد دايرينو في هادي، في الأخير هادي، يعني 4 ديال الأغلفة باش يتحمو. في الأخر كتبقى ليك هادي إلا بغيتو، وهادي بيان سور باش تحمي الزاج من الداخل. فوالا، هاد المضادر هادو شوف ستيل ديالهم كيعجبني، فيهم هاد اللعيبة هادي هنايا، شوفو الكاليتي ديالو في الجنب. البنات ملي كتكونو كتختارو البرودوي ديال هكا شي حاجة من اليكسبريس ولا من شيئين ولا من شي بلاصة، تبقاو تردو البال الكاليتي. نزلو شوفو ديك الصورة المفصلة وشوفو الناس شنو الآراء شنو تيتقال عليهم. ندوز لحاجة أخرى لي خديتها، شوفو هنايا هذا كفر ديال التليفون، كيجي في هادي مغلفة بهذا لي كيطرقع، أو كيجي من داخل هاد الساشية من بعد في هادي جو بونس كيديروها باش ميعواش. شوفو هادي لاكولوغ ديالها هاكا ماشي بحال ديال التصوير، لاكولوغ هاكا في أنفاس كتبان شوية هكا. هذا هو الفيديو ديالها، دابا كتبان غوز، داك الغوز زوين. غنخلي لكم التصاور ديال المنتجات كيفاش شفتهم هنايا ولا هنايا. المهم شوفوا اول حاجه دخلت فاش شفت هذا، لانه هنايا انا عندي داك الكوفر اللي كنت شريت في الاول، فيه غير هذه مقطعه ما فيهش العينات، ولكن ملي درتو ليه لا جا هو هذاك. صراحه عجبني البنات الكوفر، الرسمه ديالو شوفوا كيفاش كتلمع، كاليتي ديالها هو ثاني كافر البنات. درت واحد في النوار كيجي امبالي بنفس الطريقه، فيه هذه اللي كتحميه، فيه هذه بحال الاخر يكون باش ما يبقاش يضغط ويخسر لي هذا ديالو. هذا جاي شوفوا كيفاش داير، كتحسوا بالرسمه. وصلني حتى هذا بسطام البنات، تاهو شوفو كيفاش جاي، كيفاش مأومبالي، كيجي مسدود هاد بحال هدا من عندي بحال هكا، كتجبدو الوسط البسطام، كيجي فصاشية بحال هادي، ولداخل كتجي هاد الوريقة هادي هكا، ملي كتحلو البسطام. كيدير زويون مينيو، حتى الكاليتي ديالو البنات شوفوا كيفاش كتجي. اول حاجه حتى هي جايه مغلفه زوينه، جايه في الظرف هذا، وجاي داروا لي معاها واحد الكادو، شوفوا هاد اللي كتلصقوهم في اليد، كتلصقوهم في يديكم. كي زعما كيعطيك زوين. فوالا البنات، هذا غادي تعرفوه اي برو صوب، صابون ديال الحجبان. هذاك اللي كان فيكسيو به حجباننا كيجي بحال هكا، كيجي هنايا كيديروا لك هاد البروس، وهادي كتحل بحال هكا، تقدروا تحلو بحال هكا تخليوها تحيدو عليها. كتخدمو كتجيبو الفيكساتور البنات، البنات اللي ما عارفينش طريقه الاستعمال ديالها، هادي كتجي بحال شي صابونه لداخل، كديروا الفيكساتور ديالكم وكتاخذوا بالبروس وكتفيكسيو بها الحجبان وانتم طالعين.
الا بغيتو ندير لكم شي فيديو على الحوايج كيفاش تصاوبوهم بها. زوين هاد البانسو ديالها، شوف كيفاش داير. غزالة البنات. وبالنسبة للبرودوي تنجربو نقول لكم اخر حاجة هي هادي، جايبين فيها هاد اللعيبات هادو خويت مات. هاد الخوات هادي ماشي اخر حاجة البنات، هادي اخر حاجة لي وصلتني دابا. مي هاد الفيديو غادي ندير لكم التتمة ديالو، نتسنى حتى تجيني وغادي نكمل لكم في نفس الفيديو لي زاشا ديالي ديال علي اكسبريس. هاد الخوات مات، اليوم غنشارك معاكم حتى يوصلوني كاع لي برودوي، يعني غنلصق لكم هذا الجزء، غنخلي لكم شوفوا. ويعني اكثر خاتم عاجبني هو هذا، لازم نحيدها. هادو البنات كتقدروا تلبسوهم كاملين في يديكم، شوفوا هذا. غادي نخلي لكم التصويره باش يبانوا لكم الخواتم كيفاش كيتلبسوا في ليدي. وباش زوينين البنات كلهم، شوف هادو، هذا وهذا وهذا تا هو اللي داير بحال شي شان، كتزيروهم. شفتو فيهم هاد اللعيبه، كتحلوهم كتزيدوهم على قد صبعكم وكتضيقوهم الا بغيتو. اوكي، الا هذا تيجي وان سايز، يعني شوفوا كي داير حتى هو غزال. هذا اصلا عجبني وباغا السلسله ديال العنق تكون بحال فوالا. هادشي اللي كاين دابا البنات كما قلت لكم، غادي نكمل لكم الفيديو ملي يوصلوا لي برودوي وحدين اخرين في نفس هاد الفيديو، يعني ندير لكم الكماله ديالو. فوالا البنات التتمه ديال لي زاشون، اول حاجه الحمد لله ما طاطلوش. ندوزو البنات فاش نوصلني، وصلتني هادي ديال لي بول دو غلاس، كتجي بحال هكا كتجي بحال هكا واعره البنات. لي بول ديالها كيجيو عامرين كبار، وكتاخذوها كتحلوها من هنا، كتعمروها بالماء اي من بعد كتحلوها باش نحلها فوالا. ملي غادي تجمدوا هذوك لي بول لداخل، غادي تاخذوها غتحلوها هكا، وكتاخذوا هذوك الكويرات. اكثر حاجه كنت كنتسناها بزاف هي هذه. غادي نشاركهم معكم اللي غادي ندير المشروبات البارده قرب الصيف. غادي تشوفوني كنستعملها بزاف البسطام، واللون ديالو حمقني البنات كبحال البسطام الاخر. شوفوا الكاليتي كيفاش دايره، وراه رخا واحد الحاجه هاد الخيوط، ولكن هاد الخيوط غادي نفينيهم غادي نقطعهم. شوفوا هنايا البسطام كيجي في البيض، تحطوا فيه شي حاجه الداخل وديرين ليه هادي. هنا كيجيو بلاصه لي كارت هادو ثلاثه صافي، كيجي بحال هكا. البنات اللي كيبغيو يديروا الصرف والوراق غيليق ليهم هاد البسطام. غزاله البنات صراحه، انا الكاليتي دائما كنثق في اليكسبريس في الكاليتي. هادو البنات كيجيو بحال هكا، كيجيو في هذا. الوغ كو انا خرجتو غير باش ما نبقاوش نعطلو لي فيديو، وصلوني هاد الضفيرات. هما البنات كنت توقعت انهم يكونوا احسن، ولكن حتى هادو ما صدقوش خايبين، حطيتهم شويه على صبعي وداكشي وشفت كيفاش كيجيو فنين غزالين. في الاول ما عجبنيش الحال، ولكن فخي صافي قلت اقتنعت بهم. تتشوفوني بهم في شي تصويره نحطها لكم في الانستغرام. عطوني معاهم كوم كادو هادو البنات اللي ما عرفوش شنو هما هادو. هادو هما كولا ديال الظفر، كتقطعي واحد لابارتي كتلصقيها على ظفرك وكتلصقي عليها الظفر. نتمنى البنات ما يكونش نسيت شي حاجه. كان هذا يمكن هو اخر حاجه ديال علي اكسبريس، تسناوني فيديو اخر ديال مشترياتي من شيء. ما تنساوش تتابعوني على الانستغرام وعلى تيك توك مريم نوفالي زيرو. نشوفكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر. سلام.